مزيدا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، بعد التحية، مجلس الأمن الدولي وقد دعا إلى وقف الأعمال العدائية في السودان، كيف ترى مدى استجابة الجيش السوداني والدعم السريع إلى هذه الدعوة والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار؟ رغدة، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هذا البيان ليس هو البيان الأول من مجلس الأمن، وما جاء فيه على الرغم من أهمية العبارات التي جاءت فيه والتوصيات والقلق أيضا من الأحداث والأزمة الحادثة في السودان، إلا أنه أيضا لم يأتي بجديد. كل هذه المناشدات لوقف إطلاق النار وللمحاولة للهدنة هو أيضا كان في الأسابيع الماضية منذ 15 من إبريل الماضي. بطبيعة الحال لا بد أن تستجيب القوى المتناحرة في السودان لهذا الأمر، حيث أن هناك كما أصدرت الأمم المتحدة هناك أكثر من 1.2 مليون من السودانيين قد نزحوا نزوحا داخليا لمناطق أكثر أمانا، وهناك أكثر من 500 ألف من أيضا السودانيين قد نزحوا إلى الدول المجاورة، وهذا ما أكد عليه البيان اليوم رغدة في مسألة أن هناك دول مجاورة تستقبل هؤلاء النازحين، وأيضا لابد من التعاون معهم حيث أنهم يعني يشكلون زيادة في المسؤوليات على الدول المجاورة. وهذا أيضا ما دعا رغدة المندوب السوداني في مجلس الأمن الفائت بأن يقدم الشكر لجمهورية مصر العربية على استقبالها للسودانيين. على أي حال لابد أن يستجيب القوى المتناحرة الهدنة التي حدثت الأخيرة في جدة بوساطة سعودية أمريكية، هذه الهدنة أيضا كانت آخر الهدن التي أيضا فشلت كما وصفتها الدوائر السياسية هنا ودوائر الإعلامية. هذا ما جعل واشنطن تقوم بفرض عقوبات، هذا يعني شيء محزن للغاية، فرض عقوبات على شركات وعلى أفراد وعلى مسألة التدقيق في التأشيرات الداخلة للولايات المتحدة الأمريكية لكل من لهم صلة بالجيش السوداني والدعم السريع. لابد يعني مسألة أن يقوم الدعم السريع بمسألة النهب على سبيل المثال لبعض المستشفيات أو حتى السوبر ماركت، هذا شيء يؤثر على المساعدات ويؤثر أيضا على المساعدات الأممية